مرة تانية برحب بكل مشاهدينا في الفقرة التانية اللي هنتكلم فيها عن الحوار الوطني. الحوار الوطني ده بدأت فكرته منذ إفطار الأسرة المصرية عام 2022، وفي الحقيقة هو مبادرة يعني الأولى من نوعها في تاريخ مصر، اللي سمحت لكتير من فئات الشعب وكتير من الطوائف والمعارضة والأحزاب والشباب والسياسيين والخبراء، وده في مختلف المجالات، للتعبير عن آرائهم وطرح كتير من الأفكار واللي فعلا الدولة كانت تستمع إليها. الحوار الوطني ده نتج عنه توصيات وفي آليات للتنفيذ. عشان نتكلم أكتر عن الحوار الوطني وآليات تنفيذ التوصيات، منورني في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عبير، تحرير الأهرام. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين. أكيد طبعا الحوار الوطني من الحاجات الجميلة اللي حدثت يعني، وكان الشعب المصري فعلا منتظرها. هنتكلم عن الحوار الوطني، ولكن برضو في الفترة دي في كتير من الأحزاب بتنزل كتير من البيانات الخاصة بتأييد السيد الرئيس. هقرأ كده بيان أمام حضرتك ونعلق عليه في البداية. بيان صادر عن حزب مستقبل وطن انطلاقا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر. فنجحت مصر تحت قيادة سيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات، سياسيا اقتصاديا اجتماعيا ودوليا، وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم. واستكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها السيد الرئيس وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين، مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، مستندا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، والتي شملت عدة محاور أساسية على رأسها التعليم، الصحة، الطاقة، العدالة الاجتماعية وغيرها. وطبعا كفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي. ودعما من حزب مستقبل وطن لجميع هذه الإنجازات التي تحققت في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإذ تمضي الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو إتمام أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بإتمام الانتخابات الرئاسية المقبلة. لذا وانطلاقا من مسؤوليتنا السياسية، فإننا نؤيد وندعم ترشيح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات هذا الشعب ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها سيادته، متمنين التوفيق والتقدم والازدهار لمصر. تحيا مصر. أكيد هو بيان هام جدا، ودي برضو بداية جميلة. احنا خلاص قربت فترة الانتخابات، ولازم الأحزاب السياسية كلها تشوف هي توجهاتها ايه، رغباتها ايه، وحضرتك تعلق لنا على هذا. هو في البداية طبعا هو البيان بيشرح ايه اللي حصل في مصر خلال العشر سنوات الماضية. احنا كلنا كنا شاهدين على العصر العشر سنوات الماضية، وخاصة من بداية من 30 يونيو، ثورة 30 يونيو العظيمة 2013. بعد 30 يونيو كان للأسف الشديد ما كانش فيه دولة أصلا، يعني كانت الدولة منهارة على كافة المستويات، بنية تحتية منهارة، الأمن أيضا كان فيه أزمة بسبب حالات الإرهاب والعمليات الإرهابية اللي كانت بتنفذ، بجانب بؤرة الإرهاب اللي كانت موجودة في رابعة والتنظيمات الإرهابية اللي كانت متحالفة معها اللي كانت موجودة في سيناء. على الجانب الآخر كانت ما كانش فيه كهرباء، ما كانش فيه مياه صرف، كان للأسف شديد الدولة في حالة انهيار كامل. منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في استراتيجية واضحة، الاستراتيجية الواضحة تحقيق الأمن داخل الدولة المصرية ومكافحة التنظيمات والجماعات الإرهابية اللي قدرت أنها تتسلل داخل الدولة طبعا بالتعاون مع تنظيم الإخوان الإرهابي. على الجانب الآخر البدء في التنمية الشاملة في الدولة، يعني ما خدناش مسار واستنينا لغاية لما يخلص ونبتدي في مسار تاني، لا، مسارين، كل المسارات ماشية مع بعض، المسارين كانوا مع بعض، التنمية الشاملة وعلى الجانب الآخر محاربة ومكافحة التنظيمات الإرهابية. قدرنا خلال هذه الفترة العشر سنوات وإحنا ماشيين بالتوازي إن إحنا نقضي على
الدولة أنها تقضي على هذه التنظيمات الإرهابية طبعا بأساليب علمية حديثة. دي يعني العالم كله بيشيد بالتجربة المصرية في كيفية القضاء على التنظيمات والمواطن الإرهابية. والمواطن لمس ده لما تبقى شمال سيناء خلاص بقت منطقة عادية نقدر نروح بعد ما كانت مش قادرين ان احنا حتى ندخل. وحضرتك قارني او الناس تقارن، يجب ان تقارن ما حدث مع التنظيمات الإرهابية في مصر مع الدول الأخرى اللي فيها تنظيمات إرهابية اللي لسه لغاية دلوقتي مش قادرين ان هم يقضوا على الإرهاب او يسيطروا عليها، بدليل ان في دول كبرى زي الولايات المتحدة الأمريكية لما تركت أفغانستان لأن هي ما قدرتش تقدر تسيطر على الإرهاب بعد 20 سنة من الدخول، وأيضا في العديد من الدول الأخرى، لكن مصر قدرت أن هي تحقق الاستراتيجية دي. على الجانب الثاني اللي هو التنمية الشاملة، التنمية الشاملة بدأت الدولة في تنفيذ عمليات تنمية على كافة في كافة محافظات الجمهورية. الاهتمام الأول بالمواطن، بناء الإنسان، بناء الإنسان المواطن عن طريق الصحة، ابتدت حملات الصحة المبادرات الرئاسية لرئيس الجمهورية اللي هي 100 مليون صحة، الكشف على الأمراض المزمنة والعمل على علاجها بشكل سريع، ثم بعد ذلك العديد من المبادرات الصحية، النزول إلى القرى وإلى النجوع من أجل أيضا الكشف على المواطنين، محاولة الاهتمام بالتعليم ونقل التجارب الأجنبية داخل الدولة المصرية من أجل تحسين مستوى التعليم داخل الدولة، إنشاء العديد من المدارس. على الجانب الآخر على مستوى التعليم العالي، شفنا الجامعات الأهلية اللي في مختلف المحافظات اللي هي تهتم بالتكنولوجيا وتهتم بالعلم الحديث اللي هو محتاجه بعد كده سوق العمل بشكل كبير أو بشكل أساسي في الوقت الحالي. وأيضا مع الحياة كريمة لكل المواطنين والمبادرات الرأة. ما هي مبادرة بقى حياة كريمة، هي المبادرة أنا شايفها المبادرة الأعظم في تاريخ جمهورية مصر العربية. على أساس إيه؟ على أساس أن هذه المبادرة قدرت أن هي تغير من حياة 60 مليون مواطن مصري كانوا للأسف شديد مهملين بشكل للأسف شديد شديد جدا خلال عقود طويلة، يعني ما امتدتش إليهم يد الدولة خلال العقود دي كلها، وقدرت الدولة من خلال مبادرة حياة كريمة أن هي تخش في القرى وتخش في النجوع وتبدأ في إعادة ترميم البيوت، وقدر أن هي تفتح المستوصفات والخدمات الحكومية اتنقلت وتمهيد للطرق. كل ده يعني مشروع ضخم 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 جدا زي ما بقول لحضرتك، والاهتمام بالمواطن أيضا وخلق فرص عمل جديدة كبيرة جدا، لأن كل المشروعات القومية اللي بتتم في الجمهورية في المحافظات كلها كلها الهدف منها تحسين معيشة المواطن، خلق فرص عمل جديدة للمواطن، وهو ده اللي حصل على الأرض خلال الفترة الأخيرة. إذن على الجانب بقى التاني في السياسة الخارجية المصرية، ودي شيء مهم جدا، يعني هو مكانت مصر رجعت تاني بنقول أفريقيا وعربيا ودوليا. هو احنا كان في 2014 أو في 2013 تم تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي، في 2018 أو 19 كانت مصر هي رئيس الاتحاد الأفريقي، ده دليل على عودة مصر إلى مكانتها، لا وعودة بقوة، وعودة بقوة، وقدرت أن هي تتحدث بلسان أفريقيا أمام العالم كله. وكان نتاج ذلك أن احنا شفنا في قمة المناخ الأخيرة اللي عقدت في مدينة شرم الشيخ والدور المصري من أجل رفع المعاناة عن القارة الأفريقية جراء الانبعاثات الحرارية. تتويجا لكل ده بقى مشاركة الشعب المصري، يعني علشان أنا أقول في حوار وطني بيشارك فيه كل فئات الشعب المصري، دي كانت فكرة عظيمة والشعب المصري يستحقها. هو بعد الفترة دي كلها وبعد عمليات التنمية الشاملة وبعد مواجهة المخاطر اللي كانت على الدولة، كان لازم يبقى فيه الجلوس على مائدة الحوار، وإن كل الأحزاب وكل التيارات المختلفة، معارض مؤيد أحزاب على مختلف، المواطنين نفسهم كانوا بيبعتوا للحوار الوطني، كل ده كان لازم يتم بلورته في الحوار الوطني اللي أطلقه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإفطار السنوي في 2022. وكان الهدف منه حتى الرئيس قال ان احنا نقعد ونسمع بعض، نسمع الناس عايزة ايه، بدلا ما كل واحد بيتكلم في مكان ويتكلم ويقول رأيه، لا احنا نقعد ونتحاور ونتناقش، واللي عنده اي رؤية يقولها. وهو ده اللي حصل، يعني ما كانش فيه اي حواجز، اللي كان عايز بيقول اي حاجة في الحوار الوطني كان بيقولها. طبعا
طبعا في اساسيات موجوده اللي هي الامن القومي، طبعا ما حدش يقرب ناحيه الامن القومي. في محظورات اللي هي جماعه الاخوان الارهابيه اللي امرت على الدوله المصريه، كل من حمل السلاح ضد الدوله المصريه كان لازم يتم استبعاده، وده امر طبيعي وامر واقعي جدا، وهو ده اللي حدث منذ بدايه تشكيل مجلس الامناء الحوار الوطني. وشفنا فيه أفكار مختلفة في مجلس الأمناء، يعني شخصيات كلها شخصيات مرموقة وعظيمة بالنسبة للدولة المصرية، وقعدوا كلهم وثم انبثق بعد ذلك بقى اللي هو المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي. كل ده الهدف منه، وعلى رأس كل محور منهم قامة كبيرة من القامات المهمة داخل الدولة المصرية، الدكتور علي الدين هلال، المهندس خالد عبد العزيز. إذن يعني هتشوفي حضرتك قامات كبيرة كانت موجودة، كل دي أفكار جديدة تم طرحها على الدولة المصرية. عايز أقول لحضرتك إن احنا بنتكلم عن الجمهورية الجديدة، الحوار الوطني ده هو الركيزة الأساسية اللي مبني عليها الجمهورية الجديدة، هي الخطوة الأساسية للجمهورية الجديدة، إن احنا مبنية على أسس ديمقراطية، مفيش استبعاد لحد داخل الدولة المصرية، تحتوي أي كل الطوائف، تحتوي كل الآراء عدا طبعا التنظيمات الإرهابية اللي حملوا السلاح ضد الدولة وتلوثت أيديهم بالدماء، وتنظيم الإخوان. لا طبعا ما نتكلمش على الخطوط الحمراء اللي كانت موضوع، ولكن احنا بنتكلم على الطلبات المشروعة والتوصيات اللي طلع بيها الحوار الوطني وآلية تنفيذها. يعني في مثلا مؤسسة الرئاسة بإيدها ان هي في بعض التوصيات عادي ان هي على طول يتم تنفيذها سريعا، وفي طبعا تشريعات وفي مؤسسات بقى حكوميه هي المفروض برضو تنفذ. هو طبعا التوصيات الحوار الوطني بيتم رفعها او تم رفعها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذه التوصيات، وزي ما الرئيس قال قبل كده وصرح ان هو لو في اي توصيات، وحتى كان لسه في تويت على الفيسبوك حوالين او مواقع التواصل الاجتماعي من موقع الرئاسه، ان التوصيات اللي هيتم رفعها اللي في اختصاص رئيس الجمهوريه لتنفيذها هينفذها فورا، يعني لو في اختصاصات رئيس الجمهوريه. وبالفعل رئيس الجمهوريه نفذ العديد من المقترحات، اهمها العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيا وايضا المسجونين جنائيا. يعني رئيس أفرد. ده بيأكد ان احنا بنسمع وبنشوف، ولو مفيش خطوط حمراء زي ما بنقول خلاص بيتم العفو. لا مش بنسمع وبس، لا ده بيسمع وبيتم التنفيذ طبقا للشروط طبعا. طبقا ان يتم الافراج على المحبوسين احتياطيا بشروط معينة، وتم الافراج على اكتر من 1000 شخصية حتى وقتنا هذا، اكتر من 1000، وبيتم دمجهم ايضا داخل المجتمع، وبيتم دمجهم داخل الدولة مرة اخرى، وكل ده طبعا من اختصاصات رئيس الجمهورية، العفو الرئاسي من رئاسة الجمهورية. أما النقاط اللي تحتاج تشريعات أو تحتاج سن قوانين جديدة بيتم إرسالها إلى يا إما مجلس النواب أو مجلس الوزراء. إذن في آلية لتنفيذ كل المخططات أو كل المخرجات اللي خارجة من الحوار الوطني، ولكن في النهاية الحوار الوطني ده زي ما قلت لحضرتك ركيزة أساسية للجمهورية الجديدة. الحوار الوطني ده الهدف منه الاستماع لكل الآراء، لو بصينا هنجد ان في الحوار الوطني هم دول يعني الشخصيات الهامة داخل الدولة المصرية، الشخصيات أصحاب الفكر في كافة المجالات، المجال السياسي والمجال الاقتصادي والمجال المجتمعي، كل دي الهدف منها الارتقاء بمستوى الدولة المصرية، ان الدولة المصرية تبقى قادرة على مواجهة التحديات، كانت تحديات داخلية أو تحديات خارجية، تسهيل الأمور داخل الدولة المصرية، العمل على إيجاد بدائل اقتصادية من أجل رفع المعاناة عن المواطن المصري، الانتخابات التشريعية، زيادة عدد نواب مجلس النواب، العمل على المجالس الانتخابات المجالس المحلية ووضع شروط ليها، كل دي تم مناقشتها، يعني تم مناقشة كل الأمور أيضا بالنسبة. والجميل إن لو بنتكلم على حوار دايما سيادة الرئيس بيطلع في كل، لو في أي يعني مؤتمر، في أي لقاء ليه مع الشعب على طول بيكون له رسائل معينة عايز يوصلها للشعب، بيكون في كده حميمية وبيبين كل الأشياء والتحديات اللي قدامه بصراحة شديدة. المواطن المصري يمكن مش حاسس بالتحديات الخارجية، احنا حاسين بس بالتحديات الداخلية، العمل، الصحة، التعليم، ولكن في
انجازات اكبر بكتير خارجيا زي ما حضرتك ذكرت دي كانت للدوله المصريه. انجازات خارجيه دي انجازاتها كبيره جدا يعني انا اتكلمت مثلا عن الاتحاد الافريقي لكن في انجازات كبيره جدا على المستوى الدولي وعوده مكانه مصر. مصر ليها سياسه خارجيه واضحه جدا للجميع ودايما بنتكلم عنها عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى وعلى الجانب